مشيت زنفتك أي مدة؟ لأنه دنبك أعوج. عجبك عجبك، ما عجبك انطح راسك بالحيط. لا يا كف انت. طلع تفكك خليني احكي. عجبك شبك بصين شوي. مش رجلك. الله يخلي لك حبايبك، يستر على اختك. خليني يسلم. خليني يسلم. شرف. تفضل. مرحبا استاذ ابو زيد. السلام عليكم يا شباب، يعطيكم العافيه. الله وكيلك يا سيد ابو زيد. السيد نزير شرباك بالخير. والله الواد امي ما في منه ملك بشرف يطير. خلاص حط ايديك على الحيط. شو صار معك؟ شو؟ ما سالك محدين عني؟ لا والله ما سالني. يعني ما قلت له اني رح انخطب؟ قلت له بس عم يحاله مو سامعه. كتر خير. امي وين السوبر طاس؟ لك بدك تفلجني انت؟ مو هلا قلت لي فوتي ساوي لي كاسه شاي؟ شو اللي خلاك تشرب؟ عبد حبيبي انت مالك لقيان فوتت مستشفى مره ثانيه، لك ما بتخاف على صحتك؟ خلص خلص وحياتي خايف على صحتي، بعدين رح اشرب هدول، شايفيتهم بس؟ وحيات دلول بس هدول، بعدين لو تعرفي لو تعرفي شو جبت لك لو تعرفي. خي يا عمي، خي يا روحه لعبد الرزاق انت. هي قلم حمراء وهي علبة كالونيا بريحة الياسمين لأحلى دلولة. عبد أنا ما بدي منك شيء. أنا بس بدي إياك تدير بالك على صحتك كرمال الله حاجة تشرب. خلص حبيبتي خلص خليني مبسوطة. لا ما رح أشرب وحياتك ما رح أشرب. قومي حطي لي هيك حبتين بزيتون وشوية جزر وهيك كم قطعة جبنة. والله اللي بيسمعك بيقول نحن براتنا عمران بالأكل. طيب صح والله الحق معك على راسي وعيني. تفضلي وهي مصاري. قومي جيب اللي بدك إياه. يا سواد وجهي من بيت أم نزير. شو بدي أقول له؟ أخذنا منه مصاري مشان ندلهم على بيت الزلمة؟ مين؟ بلال أنا افتحي. كل شاء الله بتقبري. تقبري قلبي اشتقت لك. شلون فوتي؟ ما بقدر طول، بدي روح لعندك وأجيب كم غرض وأرجع على البيت. أو شلون خلاك تطلعي هذا ال خلاني ما بتعرفي كل ساعه بعقل. هلا خجو شو عم يصير عندكم؟ ليش محددين بده عنوان النوري؟ اخ يا دلو اخ قصه طويله ما بيعلمها غير الله. إلا كان اسمعي بركي بكره بنخطف لي ابو نص ساعه زمان وبفهم منك شو صاير. وليه ليش مغندره؟ شو عندي؟ لا تقرفي جاييني خطابين. ايه وان شاء الله شي محرز. لا تضحكيني الله يسترك. لكن دلو شو كان عم يعمل عندكم حدي؟ تقبريني لانه عبد الرزاق هلا بيعمل لي بدن اذا تاخرت. انا بكره بمرق لعندك نحكي بكره. سعيد اللي خاطرك اكلك مثلي. مرحبا يا تاج راسي. اهلا وسهلا. هون بيت السيد نزير؟ ايه نعم. حضرتك ابو سليم؟ نعم انا ابو سليم شريف شرفنا. يعني كان لازم هذا المعط انت الثانيه. يعني هو مو شايفني ما بيعرفني من قبل مثلا؟ تقبريني مشان الله شو بدك تعملي؟ يعني ما بتعرفيني انا خالتي؟ خلص مرق لنا هالليله على خير تقبري امي. مع اني انا شخصيا يعني ماني محبه كل هالقصه. انا ما عرفت طايقته. وينه اخو المحروس تاج راسي وينه؟ والله يا ابو سليم انت رح تصير واحد من هالعيله وما في داعي نخبي عليك. هذا يا سيدي نزير صار له موقف بسجن عدرا كذا يوم. لا 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 خير شو القصه؟ تبلي. الله وكيلك تبلي. اتبلوا اولاد الحرام ما في شيء. اكيد تبلي. انا قلت لحالي بيجي يعني بشوفه وباخذ موافقته لانه معلومك موافقه رجال البيت ضروريه يعني والواجب واجب. لا عيني الكلمة هون إلي أنا، إن كان هو هون وإن كان ما هون. ولازم تعرف هالشي، صحيح هو رجال البيت بس الكلمة إلي أنا، وبدي إياك تعرف، على كل أنا أخذت موافقته.
على راسي على راسي وكلامك طابوا على راسي من هون، بس يعني في بيناتنا اخذ وعطى بالكلام ود يعني، وانا بلا مؤاخذه يعني انا بهالامور ما بحب المطمطه بنوب، بحب يومين ثلاثه اخطب والثالث تكون متجوز، وانا كل شيء جاهز عند مني، وبلا ما نقولي يعني ما رح اسكنها مع نسواني، لا انا شايف لها غرفه الها شرحه لحالها بالكيكيه، ومصرياتي جاهزين والشيخ بعشر دقايق بجيبه. ايه بس انا ما بقدر جوزك يا هلا يطلع اخوها. ايه اهلين وبركي ما طلع بسنه سنتين. ايه بتمك فارع على هالحكي. ايه لك انت ما بتبطل دج. مقبوله منك يا تاج راسي مقبوله، تفضلي عدي لنشوف هالمهيه يعني. ابو سليم نعم. خذ وعطي معي الي، انا خطبه هلا بخطبك اياها، جواز ما في لا يطلع اخوها، ان طلع هلا ولا طلع بعد 10 سنين، وعلى قولة المثل اذا عجبتك الكحله دنبها واذا ما عجبتك اقطشها. من دنبها ليش لا؟ من دنبها. شو عندك مدرسة حبيبي؟ جاي يلا جاي بالأغراض جاي.